امبارح عدت علينا عاصفة ثلجية مما أدى إلى تهبط الخيام يعني، وخصوصا الخيام القديمة، فالناس كانت بحالة رعب يعني، والخيمته هبطت يعني، راح سكن عن جاره ولجأ عن جاره. العاصفة قوية جدا، مضينا كل الليل برا في العراء نظبط الخيام، لك على وضع الخيام كلياته، وضع الخيام على الأرض يعني من وضع العاصفة الثلجية.